عارف انت نوع البشرة اللي هم عايشين معانا وبيتعايشوا معانا، اللي هو في كل مكان، حتى في الشلة بتاعتك لما تكون طالع مثلا عزومة وخروجة يعني، وبقى انت عارف واحد من اصحابك اللي هو صعب عليه ان هو يطلع اي مليم من جيبه، اللي هو في المشمش يعني لو كانت العزومة دي على حسابه. هي الدنيا ساعة باين يا ابني، ما تنزلك على بار ساعة ولا سخن، اي حاجة يا خال، حاجة ساقعة حاجة سخنة، أي حاجة تشتري وخلاص. طب ما تقول كده من الأول. أديني أقول شاي يا جماعة، علي النعم مفيش شاي ولا نيلة جاي. ها؟ ولا النوع التاني من الأصحاب اللي هو بيقول الكلام ومش يقدر ينفذ أي حاجة، اللي هو فنجان البق يعني، اللي هو بياع كلام. طبعا والبياع اللي بايعين الكلام في الزمن اللي احنا عايشينه ده كتروا قوي، خاصة من اللي انتوا عارفينهم طبعا، وفي الآخر بتقول لي خليك إيجابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أصدقائي الأعزاء. How are you doing today؟ إن شاء الله في فيديو النهاردة نتعلم شوية مصطلحات جديدة. أنا أحمد عاطف ودي قناة القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. Let's go. أول مصطلح معانا اللي هو When Pigs Fly. When Pigs Fly. When Bigs fly. المصطلح ده لما نيجي نترجمه حرفيا كلمة وين يعني عندما بيجز اللي هي الخنازير، فلاي يعني الطير، ولكن احنا زي ما اتفقنا المصطلحات والتعبيرات مش بنترجمها منفصلة، ولكن بناخذها بالمعنى العام ليها او المستخدم في الثقافة الأجنبية، اللي هو لما تشوف حالة ودنك في ثقافة عندنا في اللغة العربية او في المشمش. طبعا كلنا عنده شخص ده اللي هو انا عايز عربيتك بس اروح مشوار مهم جدا وهجيبها لك، يعني اللي هو صاحب الجدع، يعني الجدع هيسلمها لك، انما اللي هو مش جدع خالص اقول لك وين بيجز فلاي. انما بقى لما نروح من الناحيه الثانيه، وده المصطلح الثاني معانا اللي هو easier said than done. easier said than done اللي هو يقول كلام والفعل مفيش، اللي هو فنجان البق او بياع الكلام، اللي هو واحد صاحبك بيقول ايه يا عم ان شاء الله انا عازمكم بكره على حسابي، ده انا هبط يا عم النهارده مبلغ محترم، يجي بكره وتشوف صاحبك يترن عليه طبعا التليفون قفل، لما تقابله بعدين يقول لك يا عم فين العزومه يا عم، يقول لك طبعا ايه العزومه يا عم البدابه يا عم، عشان طبعا انت عارف الظروف وعايز بقى اتجوز والكلام ده، واللي هو ايه اللي هو السمت العام بتاع الشباب الان ده، فطبعا انت تقول له على طول ايه ايزي يا سيد من دان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مره تبقى ساقعه ومره تبقى سخنه ومره تبقى هفتانه. طبعا وافرض يعني ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه يبقى بني. المصطلح الثالث معانا النهارده اللي هو لما واحد صاحبك يحكي لك الظروف، طبعا والظروف زي الزفت ونيله والكلام ده، ومش عارف اسافر ولا عارف ظروف الكورونا والكلام ده كله، فطبعا صاحبه الايجابي والمتفائل يقول له يا عم keep your chin up. keep your chin up يعني be positive، خليك ايجابي. keep your chin up. keep your chin up. keep يعني خلي او احتفظ، your chin دقنك، up يعني فوق، يعني المعنى بتاع التعبير او الايجاب ده اللي هو خليك ايجابي. دول المصطلحات الثلاثه بتوع النهارده، اتمنى تكون استفدتم، والى فيديو قادم ان شاء الله. see you next time. ما تنسوش طبعا تدعمونا على القناه باشتراك واعجاب ومشاركه للفيديو عشان الكل يستفاد. see you.